أول أن أشكركم على الاهتمام وعلى المشاركة وعلى النقل. لقاءنا اليوم طبعا في هذه الندوة العلمية اللي هي تحت عنوان الحج فقه وأصالة بتنظيم إدارة البحوث والتطوير في الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة. الهدف والغاية هي إبراز الموروث الليبي في الفقهي والتاريخي. يعني لعلكم تابعتم الورقات العلمية في هذه الندوة، يعني تعرضت لكثير من القضايا الفقهية المعاصرة وحتى اللي تناولوها علماء ليبيا عبر أزمنة مختلفة. كذلك احتوت الندوة، وعلى هامش الندوة كان هناك معرض الحج اللي احتوى على أرشيف مهم جدا من الوثائق ومن الموروث التاريخي فيما يتعلق بركب الحج وشيخ ركب الحج والوثائق والصور اللي تلخص رحلة الحج في ليبيا منذ زمن بعيد. فهذه كلها فعاليات انتظمت في هذه الندوة، وهي الندوة العلمية الأولى التي نأمل إن شاء الله بتوفيقها أن تتلوها ندوات أخرى وأعمال أخرى تكتمل فيها الصورة لإبراز تاريخنا وإسهامنا الحضاري والفكري والثقافي والعلمي، وما هي إلا خطوة من خطوات إن شاء الله. نسأل الله أن يكتب لها النجاح والدوام إن شاء الله.